يعني حتى أضيف لهذا المقترح أقول يرادلنا فد إنسان ختيار على طريقة حبيب أو إبراهيم العادلي رئيس المحكمة الدستورية. صحيح. حتى نبعد الحديث سيقول لك سياسي حزبي منو فلان عنده طموح أو لا. لا لا روح لنا شخصية سياسية موزونة محط ثقة وإطمئنان للكل. تعال يا معود قودنا مشينا هالست شهور احنا هاي الحكومة ما انطت الإطمئنان للقوة السياسية لا انطت الإطمئنان للقوة السياسية لا نجحت بأدائها لا اقنعت ساهمت في إقناع المواطن بجدوى المشاركة بما فيهم المتظاهرين اللي كانوا قريبين لرئيس الحكومة. فإذا نحتاج هاي الشخصية نحتاج إلى التصرف ومسؤولية من قبل القوة السياسية لأنه البديل هو الذهاب إلى المجهول. احنا أمامنا الانتخابات الدورية تجرى في الشهر السابع فترة جدا كافية جدا كافيه من يوم من شهر 7 شهر 4 من تموز الى نيسان. لا لا بالتاسع تنتهي فترتها قبلها 45 يوم. لا فيما لو جبنا حكومه مصغره ورحنا لمنطقه يعني 6 شهور يراد